اهلا يا كريم. السلام عليك. السلام. الله ينور عليك. حاجه جميل، حاجه جميل. الشباب والناس اللي موجودين معانا في المعرض. السلام عليكم. بعد اذن حضرتك، الكافيتريات دي الحيطه الصلب اللي من الناحيه دي الصماء، عشان في الشتاء بيبقى فيها هواء وفي نوات، فتقدر الكافيتريا تشتغل ويفرش هنا ويبقى محمي بالكافيتريا نفسها من الهواء، عشان يبقى في فترات الليل والنهار يقدر يشغل الصبح بيفرش هنا وبالليل بيفرش هنا. اتفضل اتفضل اتفضل. تعال لا انت مش هتقف، انت هتخش كلكم مع بعض كده. يلا مع بعض. مش دي بلا. لا ده انت. لا 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 والله اتفضل. واحنا سعداء. يلا مع بعض. يلا مع بعض. مع بعض كله. يلا يلا مع بعض. الف مبروك. مسابقة بين المحافظات في كل الأنشطة. المسابقة إيه؟ كل الأنشطة. عشان ندي فرصة لنفسينا وليكم إن أنتم تطلعوا الحاجة الجميلة ديت بس شكرا. فإن شاء الله نعمل المسابقة ديت على مستوى المحافظات كلها من كده يعني إن شاء الله. حاجة جميلة، حاجة جميلة. السلام عليكم. مدخول اللي ورا ده. كل ده تشكيل بالسلك بس ثانية، وبعد كده حطينا الألوان وحطينا طبيعة بوكسي كده. ممكن ده كونسول استخدمنا برضه هنا، عملنا كونسول. أنا عارفة في الوصفة واللوحة اللي هناك كانت كبيرة أوي. أيوه. حاجة حلوة. جدا. ان شاء الله هنعمل المسابقه ديت ونخش بقى وجايز لنا بسرعه ان شاء الله. صحيح صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا ريس؟ اهلا اهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ انا ياسمين. احنا تقابلنا قبل كده مرتين. انا سعيد. اهلا بحضرتك. ازاي صحتك؟ الحمد لله. ده شغلي كله احضر كريمه. وانا كنت قبل كده اتكلمت مع حضرتك في اللي كنت عايزه احضر الماجستير. انا حاليا خلصت الماجستير وحضر دكتوراه. ما شاء الله. الف مبروك. الله يخليك يا رب. انا اتشرف والله. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. يعني انا بستنى اليوم ده، يعني ربنا عالم عشان بيديني حياه وطاقه قد ايه. ربنا يديك الصحه. ودي حاجه بسيطه مني جدا. دي جميله جدا. دي من حجر الفيروز. ما شاء الله. الله يخليك يا رب. ربنا يكرمك. انا نفسي امنيه حياتي ان انا ادخل فرقه الموسيقى العربيه. انا بعزف في اورج كويس جدا والله، وعازف قدام حضرتك دلوقتي. انا في اي وقت. لا لو الاورج جاهز انا اسمعك دلوقتي. لكن ماشي. حاضر حاضر. الله يخليك يا رب. احنا ان شاء الله زي ما قلت لزميلاتك يعني واحنا جايين ان احنا هنعمل ان شاء الله على مستوى المحافظات مسابقه تاخد لها اسبوع، تاخد لها 10 ايام كل الانشطه في الرسم وفي النحت وفي الموسيقى وفي التمثيل وحتى في المشروعات الاخرى اللي بتتعمل. ان شاء الله هيبقى عندك فرصه. لكن احنا يعني حاضر الموضوع لازم نديها فرصه. حاضر. الله يخليك. انا جاهزه. انا بعزف بقالي 10 سنين. ما شاء الله لا قوه الا بالله. امنيه حياتي ان انا يعني فنانه عظيمه كمان. الله يخليك. انا حاولت ادخل كتير قبل كده ما عرفتش. ازاي يعملوا معاك كده؟ إيه لا اللي هو يعني هو يشترط في شروط معينه، بس انا خدت الماجستير في مجال الدراما الموسيقيه. ايوه. ف يعني انا امنيه حياتي ان انا يبقى لي المجال ده. المجال موجود. الله يكرمك. احنا محتاجين. الله يخليك. مبسوطه ولا لا؟ طبعا. عايزاني اعمل ايه؟ انا اعمل
يا خبر. اه طبعا انا بس ده كفايه كفايه ان انا قابلت حضرتك كده ده انا اللي كفايه ان انا قابلتك ونفسي ابقى معاك على طول في اي حاجه ابقى معاك على طول. انا يسعدني وشرفتك ربنا يخليك. آه وحاجه جميله وبشكرك على الهديه الجميله دي. ده حاجه بسيطه. يا نهار ابيض مين قال؟ ربنا يخليك. دي حاجه جميله جدا كتر خير. الله يخليك يا رب. مش عايزه حاجه تاني؟ عايزه اقابلك تاني. حاضر. احنا ان شاء الله في الاحتفال بتاع الموسيقى ده العربية ان شاء الله وفي اول احتفال جاي. طب حضرتك عايز تسمع عشان اجهزه بقى من دلوقتي. الله مش عايز مفاجآت يعني. انت تحبي تقولي ايه؟ انا اعرف ان حضرتك بتحب القلب يا عشان القلب. ايوه انا اعرف كده. خلاص اللي انت يعني يبقى يسير عليكي انا هسمعها. خلاص هيسعدني والمصريين كلهم هيسعدهم كمان. الله يكرمك يا رب. متشكر جدا. العفو. مش عايزه حاجه تاني؟ شرفتني. ربنا يخليك ويخليكي. ربنا يخليك لي يا رب. يحفظك يا رب. متشكر. متشكر. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ده شغل بالايبوكسي والخشب خشب. خشب ودي ايبوكسي وبستخدم توليف الخامات وتدوير البيئه. يعني الخشب والورد المجفف والايبوكسي وبعض اعمله وصنعت منه صواني يعني منتج مصري من انتاجي يعني الحمد لله يعني تعليم. والسوق ماشي كويس؟ الحمد لله انا بسوق بيطلب مني منتجات وبدات دي عينات بالترابيزات بقى كبيره والديكورات الداخليه في الشقق بيطلب مني حاجات من دي كويسه الحمد لله. يعني الامور ماشيه؟ الامور ماشيه الحمد لله. الحمد لله. نورتنا بجد والله. شرفتنا. شرفنا بيك والله. شرفنا بيك والله. شكرا. السلام عليكم يا ريس. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ازيكم؟ شكرا. ازي سيادتك؟ شرف لي. ده شغلكم؟ شغل الرهيبات دير كبيسه دياني. هنعمل مسابقه ولازم تخشوا فيها. صحيح. نتشرف. هنعمل مسابقه على مستوى المحافظات ونخش بالمنتجات الجميله دي. احنا عاملينها خدمات للكنايس يعني. ومال اللي بتعملوه؟ ده حاجة جميلة والخدمة للناس حاجة حلوة يا رب نعرف نخدم. دير كبيسه دياني يعتبر أول دير رهبنة في العالم. أول دير رهبنة في العالم. أيوه أيوه. ست دميانة هي الأسس الرهبنة. نعم. أيوه. إحنا سعداء بيكم. ربنا يخليك. متشرفين. متشرفين. وحنبقوا سعداء إن أنتم تشاركوا في المعرض القادم ده بمنتجات طبعا زي ما أنتم عايزين. ربنا يخليك. ده شغل الرهبنة الرهبات تطري زيادة ومكان وشغل الأساقفة والكهنة. حاجة جميل جدا جدا. ربنا يخليك. ده أنا اللي متشكر. احنا متشكرين جدا جدا. ربنا يوفقكم وحياتي لهم. كتر خير. متشكر. تحياتي لهم. ربنا يخليك سيادة الرئيس. شكرا. أهلا بيك. أهلا وسهلا. ده شغلكم؟ إن شاء الله. والسوق ماشي كويس؟ الحمد لله. لا صحيح. الحمد لله. والمعرض اللي عملناه في اياد مصر بدا يعني الشغل يظهر تاني. معاكي طبعا ناس بيشتغلوا جروب كبير والمحافظه حضرتك نفس الكلام. مش كده؟ والسوق ماشي كويس الحمد لله. شوف انا هقول لك الفكره اللي احنا بنقول عليها ان احنا نعمل مسابقات والناس تشوف الحاجه ديت على مستوى مصر وحتى الناس اللي بره يشوفونا هيبقى فرصه كويسه. هيبقى فرصه كبيره. ولو في اي حاجه ممكن نعملها احنا تحت امرك. الله يبارك. والله ما هي بدايه المعرض اللي هو اتعملنا عيد مصر بدا يظهر على الساحه ونكرر تاني وتالت ان شاء الله. مش عايزين حاجه. حضرتك الله يكرمك. كتر خير. مش عايزه حاجه. الله يبارك فيك. سلام عليكم. وعليكم السلام. سعيد بلقائكم. خلي بالكم انا كنت لسه بقول يعني الحضور اللي موجود ان احنا هنعمل مسابقه بكل شيء بما فيها الموسيقى فعندكم فرصه كويسه ان انتم بقى تجهزوا عشان انتم فريق مع بعضكم ان شاء الله كده تجهزوا حاجه للكلام دوت يعني. ده انا اللي شرف في عزيمه ان انا اشوفكم. صباح الخير شباب زي الفل يعني. ويحفظكم ربنا. متشكر. اهو الفرصه اهي والامتحان اهو. تعالي اتفضلي.
على بالك. على بالك فاضل. تعرفي؟ انا عازف حاله بسيطه للفنانه عمر قيدت. طيب اوكي اتفضلي. حاجة جميلة جدا، حاجة جميلة جدا. شكري. سلام عليكم. سلام عليكم. اتفضل. بنتي شيخ خيرك. حاجة جميلة جدا. أهلا بيكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ده شغلك معاك ايه؟ بحب اعمل انفه على الجلد. انا في سفيان اسمها كده قصر البارون على الكمان. برجع للقرون الزمان الوسطى والقرن التاسع عشر والثامن عشر على طريقه النحت على كمان الخشب بنحته على الجلد بقى الطبيعي. لا حاجه جميله جدا جدا. شكرا لحضرتك. كتر خير. شكري. السلام عليكم. السلام عليكم. كتر خيرك. متشكر. بحبك قوي قوي. كتر خيرك. متشكر. شرفت ونورت الاهليه كلها. الاهليه منوره واصحابها. ربنا يبارك في سيادتك يا رب. حاجه جميله جدا. ربنا يخليك لمصر كلها. كتر خيرك. ممكن اعرفني بالبين دي يعني وانا باخد والله ايه؟ معلش. طيب. متشكر. متشكر. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام عليكم. شغلك ما شاء الله. خشب ولا خشب طبيعي؟ كله خشب. كله خشب طبيعي. هاند ميد ناحيه يدك ده انت مدينه الاساس. مدينه الاساس. مدينه الاساس. انا ورشتي مدينه الاساس. وده خشب طبيعي. كله كله خشب طبيعي وناحيه يدك. حاجه جميله جدا. ده شرف ليا يا فندم. كتر خيرك. شرف ليا. لا والله حاجه جميل. انا عايز اقول لحضرتك كل سنه وانت طيب. اول وانت طيب يا الناس في عيد ميلادك. ان شاء الله وانت طيب. حضرتك عيد ميلادك 19 11 وانا حظي حلو ان انا نفس الكلام. حظي. الله يكرمك. ده اللي حظي. انت نورتني والله. نورتني يا فندم. السلام عليكم. السلام عليكم. حاجه جميله.